الله 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 الله. اتفضل يا بدر بيه. الفول يا سيدي يا سيدي، الاكل يا خليل ريحته تجنن الواحد، بقى زهق من الاكل المعمول بطريقه غريبه. نرجع بقى للاكل اللي اتربينا عليه. الفول ده جنبيه بصل هتنسى اللي حصل. ام الله يرحمها كانت دايما تقول اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. قوم بقى ناديهم خليهم يجوا ياكلوا غصب عنهم. حاضر يا فندم. يا ولاد الفول اللي بتحبوه، الفول الجميل. ايه ده بدر بيه؟ الاولاد عاملين اضراب على الطعام. يبقى وفروا. كل يا خليل كل. الاكل ريحته تجنن. الاكل ريحته تجنن. ريحته تجنن. الاكل ريحته تجنن. تبقاش تطبخ تاني. ما بقاش اطبخ تاني. ريحته هايله. ريحته هايله فظيعه. سلام سلام على الفول وجمال الفول. من جماله عايز اضرب غطس جواه. مش يا راجل ده انت تعوم فيه عوم. فول جميل. بقول لكم انتوا الاثنين، عدت ساعه ومحدش عبرنا. بقول لك ايه، يا ترى بلاش الضعف ده من اولها. يا جماعه احنا شكلنا كده اتسرعنا قوي. لا لا لا، هم زمانهم دلوقتي قاعدين عمالين يفكروا هيطلعوا من المازق ده ازاي. ده اضراب يا جماعه. بقول لك ايه يا ريما، ما تطلعي كده تراقبلنا الجو. بقول لك ايه، انا هقع من طولي من كتر الجوع، وبعدين انا لو طلعت هضعف. بالعكس، دي احسن فرصه عشان تعرفي قدره تحملك على الاضراب. انت شجعتني يا طارق، انا هراقب لكم الموضوع وهبقى اجي اقول لكم. بدر بيه، تحب تاكل بكره ايه؟ انا بفكر بقى نغير الفول ابو زيد ده بقى. ناكل حاجه جديده. ايه رايك في الفول ابو توم؟ الفول ابو توم ريحته تجنن. ايوه جنبيه طبق فول بوطه، والطبق الثالث يبقى فول بالبيض. يا سلام بقى. الحلو ايه بقى؟ فول حراتي. اما رصرص كده طبعا طول بالعرض. طبعا يا سيدي يا سيدي، تسلم ايدك يا خليل. ده انا حافظ 70 طريقه فول. كل يوم فول. دول قالوا ان هم ياكلونا بكره فول بتوم. الفول ابو توم ده كمان، انا مش فاهم. انا اصلا ايه عيله الفول دي اللي مش راضيه تسيبنا في حالنا؟ مش عارفه يا جماعه، هو الفول ده ملهوش اهل ان هم يسالوا عليه؟ لا وكمان ايه، بابا بيقول كل هنا وسعاده ان احنا بكره هناكل فول بتوم. طب الفول ابو طماطم احنا عارفينه، ايه الفول ابو توم ده كمان؟ احنا بنتعرض لمؤامره مدروسه يا شباب. يعني الاضراب بتاعنا فشل؟ لم يفشل. ده شويه كلام بس كده بيقولوا عشان يعرفوا يعني مدى صمودنا. صمود يا ابطال. صمود ايه بس؟ ده انا خلاص هتعمي دقيقتين بس ومش هعرفكم انتوا مين. لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. مش كانوا بيعلمونا كده في المدرسه؟ علمونا واول مره اعرفها دلوقتي. طب هو انا عايز اسال سؤال، هو الاضراب ده بس عشان الاكل ولا يعني عادي نشرب؟ يا ابني انت اصلا ممكن تاكل وتشرب، ما هم كده كده مش شايفينك. انتوا عارفين يا جماعه نفسي في ايه؟ في ايه؟ سندوتش هوت دوج مع شويه كاتشب ومايونيز. وبطاطس محمره معاها برده كاتشب ومايونيز. يا سلام. انا هموت من الجوع. الله. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.